كتر ما تغيرت علي يا صوت مش عارفك لمين هو عيني لا هو مش عيني ولا الضحك اللي كانت من السنين ومن كتر ما عم يمرق على قلبي هم وعم يرسم عوج زنون بتطلع بلكي بشوف حوالي صوره تذكرني انا شكون هو سوبر ستار رغب علامه هو العلامة الفرقة بالغناء اللبناني بنعرفه لما بيدخل بموضوع بيدخل فيه للعمق للاخر وكيف اذا اليوم لقاء خاص بجامعه عريقه ومهمه جدا بلبنان وموضوع يخص البيئه هو سفير يدعم التربيه يدعم حقوق الانسان والشؤون العامه والبيئه وقبل ما يغادرنا الى امريكا ايضا لمحاضره كبيره هناك ومن بنعرف عنها خلينا نرحب ونقول له اهلا وسهلا فيك منورنا رغب علامه مرسي شكرا وكل عام وأنتم بخير رمضان كريم إن شاء الله بنعاد عليكم على الجميع بالصحة والسعادة والأمن وراحة البال يعطيك الصحة مرحبا اهلا اهلا فيك يعطيكم العافيه على النشاط اللي عملتوه اليوم بحضور شخصيات كثيره ومنا سفير البيئه نجمنا اللبناني والعربي العالمي راغب علامه مرسي كثير لوجودكم اول شيء ونحن بشرفنا انه يكون معنا سوبر ستار راغب علامه يلي هو اليو ان جودويل امباسادور فور ويست ايجيا فور كلايمت تشينج بتصور المسج اللي اللي وصله سوبر ستار رغب علامه لهاليونج جينيريشن لهالطلاب اللي هن مستقبل لبنان اذا بدنا نحكي مستقبل العالم مسج انه Knowledge از باور يعني ما في قوة أكثر من النولدج، وإذا شخص مثل سوبر ستار راغب علامة قادر يقدر قادر يمشي بهيك بروجرام ويقدر يدعم هالنشاطات خصوصا على الصعيد الأكاديمي، قديه في شباب وصبايا رح يتشجعوا ويقدروا يتمثلوا فيه ويكون هو فعلا قدوة لهيدا الشيء ويوصل المسج أسرع للعالم. اكيد هم بدنا نقول له شكرا لانه تبعناك خطوه بخطوه لما اعلنت سفير وشفنا قديش فعلا فعال وعم تسعى جهدك لحتى توصل امور مهمه كثير ما يخص البيئه. شوف اول شيء بشكر الدكتورة لارا وكيم على دعوتها لإلي وهي عميده كليه الزراعه بجامعه جامعه اليوزاك. هذا الايفنت كثير مهم، هذا بصير بدور حول العالم وطبعا هو يدور حول المعرفة ومثل ما قالت الدكتورة لارا تحفيز الطلاب على المعرفة ليقدموا ليكون عندهم القوة انه يتقدموا بموضوع البيئة تحديدا والزراعة فأنا حبيت اني شارك قبل سفري الى امريكا طبعا لانه كثير بهمني انه الطلاب مش بس طلاب الجامعات اليوم في عمدة جامعات اللي عم يجتمعوا بهيك بهيك انا بطلب من وزاره التربيه كمان يحطوا المعرفة براس الطلاب ويعلمون هذه المسؤولية لأنه نحن إذا الله أنعم علينا بشيء أنعم علينا ببيئة وهيدي هي نحن شو بناكل شو بنتنفس شو بنشرب السياسة دمرتها لأنه السياسة مثل ما بقولوا ما إلها رب بس نحن قلنا رب ونحن بنعرف انه هيدي نعمه من ربنا مشان هيك لازم نحافظ عليها ولازم يكون إلنا موقف بكل في مطرح فينا نقدم موقف مشان مشان هيك انا بطلب من وزاره التربيه كمان انه تهتم بهالموضوع وتعتبره ماده اساسيه للطلاب يعلموهم كيف يزرعوا كيف يحافظوا على الزراعه وعلى البيئه ايضا شفنا قدموا لك درع جامعة اليوم شو بتبعني لك هذا الدرع اضافه الى كل الجوائز والدروع اللي بمسيرتك الكبيره ما شاء الله شو بتقول عنه اليوم كل درع انا اخذته بحياتي له مكان بقلبي واليوم الدرع اللي اخذته اللي سلمته من جامعه الايزاك وسلمتني الدكتوره لارا له وقع كتير كبير لانه هيدا يعني يتعلق بموضوع انا امنت فيه جدا وماشي فيه حتى النهايه وباي مكان بالعالم قادر طلع صوتي ليوصل والحمد لله عم يوصل من وراء الملايين الناس اللي بيلحقونا رح دلني ماشي بهالموضوع وعلمت اولادي انه هيدي تكون رسالتهم كمان بالحياه ما شاء الله عليك يعني شفناك تدعم التربية البيئة حقوق الإنسان والشؤون العامة مؤخرا شفنا على السوشيال ميديا الخاصة فيك تمارين رياضية هل ستكون سفير أيضا للرياضة والشباب بالمستقبل ولا كمان بما أنه أيضا الرياضة والشباب يعانون بلبنان أنا بقول دايما للشباب اللي بيكونوا شوي كسلانين معي أنا بعيون بكير لحتى يروحوا يركضوا معي بقول ان شاء الله ما يجيكم يوم تطلعوا تقولوا تحزوا للي قادر يمشي ولا اللي قادر يركض هيدي نعمه صحه نعمه الله عطانا اياها هيدا نوع من الصلاه هيدا نوع من شكر رب العالمين اللي, اللي انت عندك اياه هي. اكيد هيدي رساله انا مشان هيك بحطها دائما على تويتر انه بشجع الشباب انه يمارسوا الرياضه لانه هيك بحافظوا على جسمهم ما بياكلوا كتير ما بيزتوا اكل كتير بوقت العالم كلياتها في مج... في م... في ناس عم بتجوع في ناس في... في ناس عم بتموت من الجوع وفي في ناس عم بتموت من التخمه ومش عم يفهموا شو يعني تخمه يعني هي كلها مرض و... وهذه رسالتي اكيد واحده من الرسائل المهمه اللي بقدمها بحياتي غدرنا إلى واشنطن إلى أهم الجامعات لحتى تكون بحفل تخرج للطلاب أكيد حضورك التربوي مهم كسفير ولكن نحن نعرفك جريء وكلبنانيين متأملين أنه تقول كلمة إلى جانب هالطلاب اللي هن جيل المستقبل تعرفوا عن لبنان أكثر شوف أنا بكلمة اللي حضرتها اللي بدي ألقيها أمام الطلاب الـ MBA اللي عم يتخرجوا بجورج واشنطن يونيفرسيتي حطيت يعني باراجراف مهم عن انه ما يسمعوا بس الاخبار اللي بتجيهم يتحققوا منها عن البلاد لبنان صحيح بلد استورد استورد وبصر تحت ثلاث شحطات استورد الحروب على ارضه انما لبنان بلد مصدر للعلم للفن لل لكثير من الرسائل يلي ربنا بريدها والانسان بريدها لبنان بلد منتج الشعب اللبناني وين ما راح انتج انما استوردوا له الحرب نظام طائفي فاسد الشعب ما بيقدر يعمل شيء شلوه للشعب ولهالسبب تلاقيني دائما بصرخ انا ضد هذا النظام الطائفي لانه يا اما منكم مواطنين بغض النظر عن شو طائفتنا او شو ديننا او منكم مش مواطنين ما يكذبوا علينا يقولوا لنا في بلد بهالطريقه بالطائفيه خربوا البلد بالسياسي خربوا البيئه بالسياسي خربوا المي خربوا الهواء خربوا اعصاب العالم وهن مش ما بالهم الا يتقاتلوا صح ولا لا؟ هلا هيدا الاستورد الحرب المستورده في كثير مثلي في كثير 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 مثلي مش رايدينها وفكروا مثلي مشان هيك انا بالجامعه بدي اقول حقيقه الشعب اللبناني وانه هيدا شعب مصدر عنا كثير اشياء نحن نفتخر فيها والحرب هذه شغله ما نحن عملناها هذه جدا ببرا برا وحدة واحده من الاشياء المهمه وطبعا راح احكي عن عن عن, عن شيء يعني نجاح وانا انسان عصامي، انا بلشت من تحت الصفر، ما حدا مسكني وبايدي وقال لي قال لي مشي لنجحك وما حدا عطاني مصاري راح انتج لي، رحت بلشت من تحت الصفر وعملت كل شيء الحمد لله واول شغله عملتها بحياتي ما اشتريت سياره من هول ال... مشان ما نعمل دعايه وما اشتريت قصر، اول شغله عملتها اسست مدرسه انا الذي ولدت مسلما سميتها باسم قديس مسيحي. هيدي كمان واحدة من الرسائل اللي حبيت انها تكون لانه مدرسي اسمها سان جورج لانه هيك بكون الوطن، ما في فرق لا بمسلم ولا بمسيحي، انا بنبسط كتير لما بشوف آه الناس ناس مسميين اولادهم مش بي يعني باسامي غير دينهم، يعني مش مش يلحقوا الدين ليسموهم، هيدي هيدي بي بيعلموا اولادهم بانه آه المواطن اللي حدك شو ما كان دينه بيشبهك بالاخلاق وبيختلف عنك ايضا بالاخلاق والمبروك هلا بدي اقول لك اياها لانه كمان عمل غنائي رائع ساهم بنجاح مسلسل عمل ايريت كثير عالي 24 قرات هالعمل الغنائي الرائع وقد ايش حلو لقائك انت والفنان الشامل مروان خوري اللي كان لازم يكون من زمان وشفت قد ايش ابدعت بهالعمل لا شك انا بقول هذا يعني الاغنيه هيدي نالت هذا النجاح لانه كان في حب بصناعتها وكان في صدق بصناعتها لما يجتمع الحب بالصدق ما تخاف من شيء مروان ابدع بكتابتها ولحنا وانا غنيت على قد ما بقدر <applause> غنيت على على قد ما بقدر مبسوط انه الناس هالقد فرحانه فيها بس كمان لكم مفاجاه اخر الشهر غنية للناس يفرحوا بالصيف حلو حلو طيب كل حدا منا صار حدا يقول له حبيبي حبيبي حبيني حبيني يلا, <applause> يلا موفق يا رب تفضل انا هون حابة ادعي سوبر ستار راغب علامه انه يوعدنا انه رح نحط ايدنا بايد بعض كجامعة يوزاك مع نشاطاته كلها وكل الكامبينز اللي عم بيعملهم مع اليوناب لحتى سوا إيد بإيد نقدر نتحدى كل هالتحديات اللي عم نعيشها ونواكب كل هالتحديات ونقدر نخلق جيل جديد قوي وقادر يصدر لبرا ادمغه لامعه هذا واجب لإلنا مش بالعكس انا بشكرك على هالطلب المناسب دائما بالمكان المناسب باخر سؤال بدنا نسالك اليسا بموازين اكدت انه في سيزون جديد من اكس فاكتور لانه مستمتعه مع راغب علامه بالاشياء الحلوه والتعاطف فيما بينكم، شو بتخبرنا هل هناك سيزون جديد قرر عليه الاستاذ راغب؟ هل في ديو انت وليسا بتغيب وبتروح بعد ما بننساها ديو راح انت وياها، شو, شو 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 الرؤيه لقدام؟ انا وليسا جدا مستمتعين، انا مستمتع بوجودها وهي صديقه عزيزي و... وال اضافت للاكس فاكتور، وجودها اضاف للاكس فاكتور و... وان شاء الله اذا في سيزن تاني اكيد حنكون مع بعض نحن نجحنا جدا بهذا السيزن مع بعض كنا لجنة انا وهي ودنيا سمير غانم لها تحية كنا لجنة كتير متوافقين بالاراء وبالنفسيات وبحب هذا العمل اللي اسمه اكس فاكتر فان شاء الله في اشياء انا وليسا اكيد اكيد في اشياء انا وليسا